مساء الخير مساء الخير، مرحبا بكم الناس كل معنا على قناة تونسنا في الجمعية، موعدكم الأسبوعي الرياضي على قناة تونسنا. نعتذر على التأخير هذايا، تأخير هذايا ناتش أنه نحب نقدم لكم حاجة جيدة إن شاء الله من توا حتى الـ 11 متى الليل تلقاو معنا كان الباهي في سهرة الجمعة الرياضية على قناة تونسنا. حال الكرة في بلادنا على برشا أحوال، صدق وزير الرياضة كي حكى الجمعة اللي فاتت على الإنجازات وعلى البيسينات، بما أنه ملاعبنا أول ما تصب الشتاء كلهم يتحولوا تبارك الله إلى بيسينات. بعد أمين مال النادي الرياضي البنزرتي منذ أشهر، لاعب النادي الإفريقي يلتحقوا بقائمة الضحايا ويأكلوا طريحة من عند الجمهور. في عالم الكرة في بلادنا تكوروا ولا تكورش باش يكوروا بيك في الاخر. وحال الكرة في بلادنا الرفاق حائرون يتساءلون في جنون. مختار التليلي الأزرق اللي حكيت عليه الجمعة اللي فاتت من يكون؟ مساء الخير سي مختار، خلينا نبداوك العاده نرحبوا سي مختار. مساء الخير باللحمه مش باللزق. حيرت هالعباد، التليفونات ما وقفتش يعني. طيب قضيه بيعرف شكون لزق. قالوا لك منه هكا كيفاش تحكي في الجمعيه، يا تحكينا كارت شورتابل تعطينا تفاصيل يا يزين بلا الغاز. خلاص ماشي معاك. اليوم في الجمعيه نحكي على النادي الرياضي البنزرتي ونطرح سؤال يطرحوه بشده احباء السيابي هنهارين، هل السيابي يمر بازمه؟ ضيفنا اليوم للحديث عن السيابي السيد بسام الزواوي، ناطق رسمي باسم النادي الرياضي البنزرتي ورئيس فرع كره القدم الاكاديمي. مرحبا بك سي بسام. جميع الحضور ومتفرجين كل في الجمعية ساعة بالبرامج. ريلاكس. لا 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 بس قلت لي أزمة دونك مدرب يكون تخو ريلاكس. نحكي زاد اليوم في الجمعية على أبرز الأحداث الرياضية في سنة 2013 في تونس وفي العالم، عشرات الأحداث أبرزها. ومع الأحداث هذه باش نحكيه على استفتاء اللي قامت به وكالة أفريقيا تونس الأنباء التاب حول اختيار أفضل رياضي أفضل رياضية وأفضل لاعب كرة قدم في بلادنا. وللموضوع هذا وللتعليق على مختلف الأحداث اللي باش نحكيو عليها اليوم يحضر معنا الصحفي حسني الغربي. مرحبا بك. مرحبا بك حسن، مرحبا بمختار شيماء سي بسام. إن شاء الله نقدموا سهرية طيبة للجمهور الرياضي ولجميع مشاهدي تونسنا تي في. مرحبا بك. كل عادة شيماء حاضرة بالتحاليل وبالتعليق. شيماء مساء الخير. مساء الخير حسين، مرحبا بكم الناس الكل اللي حضرتوا بحثينا، وبالطبيعة نحيي الناس اللي قاعدة تتفرج في قناة تونسنا وفي برنامج الجمعية دوريجين. فوالا دوريجين. سي مختار عطاير شنو عندك اليوم؟ أنا عندي نحب نوري للشعب التونسي والرياضيين التونسيين اللي يعني الإدارة الفنية نتاع كرة القدم في كرة القدم قاعدة تخدم، وبرنامج لي سونت دو بروموسيون والفوتبول دو باز قاعدين مهتمين به يعني من توا عنده سنة تقريبا. واليوم يعني صارت دورة الصداقة بين رابط تونس ورابط سويسا. لالي عملناه لو 5 نوفمبر في سوسه، واليوم عملنا دوزيام فاز نتور، وكانت حاضرين الترجي، النادي الصفاقسي، النجم الساحلي، المنصة، حمام لنف، حمام سوسه اللي هزت التورنوا والقلعه الكبيره والنفيضه. هذا دلاله على كونه يعني قاعدين نهتموا باهم اهم هي القاعده في كره القدم التونسيه. وان شاء الله يعني وخاصه اليوم اللي انتبهت اكثر من كل هو فما حراس صغار حقيقة يا حسان يعني لازمنا نتلهو بهم ونتلهو بالمدربين نتاعهم، وعلى راسهم وليد العبيدي اللي كان قام بعمل كبير ياسر في مستقبل المنصة، وعنده زوج حراس خلينا نسميهم هكاك باش ما يكونوش على الطاير، حلمي نسيبي وأيمن بن يوسف. هذوما وليدات يعني تبارك الله عليهم، إن شاء الله مستقبلهم قدامهم، وما دام عندهم مدرب كما هذاك أنا متأكد اللي باش يخلفوا الجبالي وباش يخلفوا الدرويش وباش يخلفوا برشا حراس. حرقت لنا موضوع باش نكملوا به إن شاء الله حلقتنا اليوم. ثابت القهري اللي جا حذانا وسمع فارت وما خذاش وقت يرجع حذانا اليوم في نهايه السهره باش نحكي على تكوين الحراس وعلى الرسكله. وانا على هذاك انا محضر واحد حضر روحي للحراس. شيماء شنو عندنا على الطاير؟ والله على الطاير اليوم حاجه نزفوا خبر حلو برشا لجماهير الترجي الرياضي التونسي. بالطبيعه الرئيس سي حمدي المدب كان عمل مفاجاه باش يكتشفوها خلال الكلام هذايا، مفاجاه لجماهير الترجي الرياضي التونسي، انطلاق الترجي تي في على قناه على قناه تونسنا. بالطبيعه باش تفرجوا في الترجي تي في عندنا باش تكون موجود. هذا خبر يهمكم حتى انتم كصحفيين باش تكون نسهلوا عليكم التغطيه، راهو باش يكون موجود خمسة دقائق ملخص لكل الاحداث الرياضيه اللي تهم الترجي الرياضي التونسي. وكذلك عندنا حلقه بمده ساعه ونص كل يوم خميس ان شاء الله تابعوها على قناه تونسنا. مرحبا بكم في ترجي تي في. ترجي نيوز باش تكون حاضره يومين اكيد التفاصيل انطلاقا من شهر جانفي على قناه تونسنا. انا في الطاير اليوم باش نحكي على حاجتين. الضجه الكبيره اللي احدثها الحوار الحصري اللي كان عندنا الاسبوع الفارط مع سيد وزير الرياضة طارق ذياب، برشا لامو قالوا علاش تعديوا الحوار فيه مسبين وكل. ولا كان جاي مسؤول عادي، كان جاي لاعب وكان جاي مسؤول في فريق
ممكن كنا نمنتيو لانه في قناه تونسنا اللي يتكلم كلمه وما نحبوش نقصوا كما نقولوا ما نحبوش المقص يتحمس وليت هذا مسؤول في الدوله لذا هذاك علاش ما حبيناش نقصوا من الحوار هذا واكيد درجه كبيره كان حدثت هذا الاسبوع والاهم من هذا شنو نذكر القناه الوطنيه الاولى اللي في برنامج الربيع الرياضي مانيش كيما برشا قنوات كيذكروا برنامج يقول في قناه الصديقه لي اللي عمل الخدمه نقولوا له يعطيك الصحه فرشت في زوج مسؤولين السيد رضا شرف الدين رئيس نجم الرياضي الساحلي والسيد محمود البارودي نائب رئيس غرومبيليا الرياضيه يدافعوا على جوارات عملوا حاجه خايبه فهم شكون عمل جيست غير اخلاقي فهم شكون سب الجمهور نتاعو وهما يدافعوا عليهم راهي التربيه نتاع جوارات سامحوني في الكلمه تبدا في الجمعيه اذا جمعيه ما تبدلش بمعاقبه جواراتها واذا جمعيه هي اللي ما تحطش حدود للاحترام بين الجوار والجماهير نوصلوا للجماهير اللي تضرب المسؤولين وتضرب الجوارات ان شاء الله يكون ميساج وصلوا ان شاء الله نهار من نهارات في البطوله نتاعنا نشوفوا جمعيه هي اللي تبادر بمعاقبه لاعبيها مش العكس نمشيو مباشره الى الموضوع الابرز في بدايه سهرتنا اليوم النادي الرياضي البنزرتي موسم حافل كوب دو تونيزي نصف نهائي كاف مرتبه مشرفه في البطوله ولكن ايضا برشا مشاكل هذا الكل باش نتعرفوا عليه اكيد في الغيكاب اللي محضرين وفي جزء ثاني من سهرتنا اما اليوم خلينا نمشيو البنزرت اللي شوف باش تتفرجوا فيه كنا صورناه قبل مباراة النادي الرياضي صفاقس اللي كانت نهار الاربعاء دونك لي رياكسيون اللي باش تشوفوهم يتسموا موديري بعد شويه نرجعوا اكثر تفاصيل نمشيو نتفرجوا في حصه تدريبيه تعليق الجوارات نتاع السيابي وبعد نرجعوا نكملوا معاكم في الجمعيه A room full of sadness A broken heart And only me to blame Une image اللي عطاها سيابي نتاع اون ايكيب كومبيتيتيف اون ايكيب اللي تلعب في الادوار الاولانيه ثوب نتاع ايكيب تاع بوديوم هذا في الشامبيونان زاد كيف كيف هذا من ليزوبجيكتيف نتاعنا وان شاء الله نواصلوا في النجاحات هذه ان شاء الله النادي البنزرتي يعني عنده جروب جون وعنده جروب ريش معناتها فما معناتها معناتها حتى كي يغيب واحد يعني ما تقلقش الجروب ما يتقلقش عملنا عام به يعني على جميع المستويات كي تشوف معناتها لعبنا كوب دافريك يعني اول كوب دافريك عندنا برشا معناتها ما سيبي ما لعبتش كوب دافريك اول كوب دافريك يعني للجوارات هذوما يعني يوصلوا دومي فينال يعني حاجه باهيه كيف كيف كاس تونس يعني هزينا معناتها نهائي عم باهي نحن عديناه معناتها هزينا تيتر فيه ووصلنا دومي فينال كاف برتو معناتها اول كومبيتيسيون نتاعنا الحمد لله معناتها حاجه باهي هذيا حاجه تفرح اللي عندنا جروب باهي فيه الصغار فيه الكبار معناتها فيه اللي عنده اكسبيريونس ان شاء الله السنين نزيدوا ندعموه بتيتر ان شاء الله نمشيو بعيد ان شاء الله في الكاف ان شاء الله نجيبوا تيتر ان شاء الله باركور تاعنا ماش خايب كلاسيكا تريام تويكا ومازال لا مازال ما فيهاش الاوبجيكتيف تاعنا يكونوا بارمي لي 400 ان شاء الله ربي يسهل لنا قبل ما يفعل العلي نكونوا برمي لك ان شاء الله سي ربي السنه لعبت كاف لعبت معناها محسوب لعبت الكوب هزينا الكوب لعبنا الكاف خرجنا دومي فينال معناها حتى كالشامبيونات دخلنا من الاول خسرنا مع الترجي بعديك خسرنا مع المرسى خاطر عنا كاف يا وفي بطوله الكاف خرجنا اكيد مع الباركور اللي نعملوا فيه ان شاء الله نكملوا هكا وكا ماتش يجيب ماتش وربح يجيب ربح وان شاء الله ربي معنا ان شاء الله نخمو معناتها ماتش بار ماتش قلت ربي معناتها لاباس ان شاء الله الحكاية ماهيش حكاية حكاية فيزيك موجود ولا فيزيك مش موجود سيمون فيما في عمر في عمر لهم بزوا دو فير كل حاجات مقدار وتوريه كيفاش يعمل هذا الباهي هذا الخايب هو الفوفير افيك هو اخي في اوروبا ما يمشيوش في اوروبا كل شيء عندهم ماتش بعد راس العام لو دو منبهينهم فما توصيات خاصه راس العام ولا هو بصفه عاديه هو قبل بالنهار يمشي في الميزوفير راس العام لهم معمول بعضنا نمشيو خبزه كترهم بعضنا ونعمل راس العام حاجه باهيه في الجروب هذا اللي معناتها الناس الكل يد واحده واللي بعيد شويه ندخلونا احنا في الجروب والصغيرات هذوكم وليداتي فهم ندخلهم في الجروب ومعناتها ديما نحب مخهم مرتاح كان فما حكايه ولا فما حسن البجاوي فما هنا فما كمية فما شكل معناتها جاز
الصغيرات هذوما نزل نأثرهم نوريهم الطريق الباهي. سيرار معناها باش تلقى معناها جمهور كيما جمهور السي بي وقف معايا الحقيقه بالكدا داز معايا الاخر اللي رجعت كيف كيف معناها اصحابي عاونوني بالكدا الهيئه المديره اللي طار فني معناها الحمد لله الواحد الحاجه الباهيه اللي يفرح عليها انه محبه العباد موجوده ان شاء الله الواحد يرجع لهم جميل هذا وان شاء الله معناها يرجع مروان بتاع العاده مروان اللي مستانسين به مركي وان شاء الله جاي خير ان شاء الله. كانت هذه إذن شوية تحضيرات النادي الرياضي بنزرتي للمباراة اللي خسرها نهار الأربعاء في آخر اللحظات 2-1 كونتر النادي الرياضي صفاقسي. ساعة قبل كل شيء خبدو بسيباسيم سيباسيم مرحبا بكم مجددا. يعني شفنا جوارات في مورال ممتاز جدا نهار الثلاثة اليوم خلنا نسألوا ساعة مورال جوارات يعني بعد هزيمة في اللحظات الأخيرة ماتش هام بالنسبة ليهم غوفانش على دومي فينال متاع الكاف شو حوال الجوارات تسيابي حاليا؟ والله ان شاء الله لاباس معناتها جوار هذيك حياته ماتشات ورا بعضهم زاد نلعبوا 4-1 4-1 كو سوا اون فيكتوار لازمنا فيسع نتعداو نفرحوا ونتعداو نحضروا اللي بعده كو سوا اون ديفيت كيف كيف ريبريز دي زونترينمون نرجعوا نحضروا الماتش اللي جاي وننساو لا ديفيت بلوتو نتعلموا من غلطنا من الحاجات اللي عملناهم ناقصين وكي الكوره معناتها شامبيون في 30 ماتش لازمك تكون حاضر على سيزون كامله شكون اللي اكثر بوانات سي فري كو ضيعنا 3 بوان مهمين راهم مي بون مازال عندنا قدامنا فرصه باش نداركو هذا دونك برشا يقولوا سي بي سي ما تعلمش من درس عمليه والدرس عمليه اللي تلعب فصل 22 ونعرفوا اما في الاخر ما القانون يقعد حاجه والكره تقعد حاجه سي مختار يعني سي بي ضيعت بونتويت ونكت كما قلت انت اللي تتجمل يعني نفس الحاجه تحسها سي روبلوت والله لا ان شاء الله لا ما نقولوش غوبلوت لكن ظهر لي سنة فما فاكتور بتدخل من الاول تخلى علينا جديد شويه هي سي بي اللي تبارتيسيبي في الكاف سي اون اكسبيريونس جديده مشينا فيها حتى الدومي فينال بعد قداش من عام تسمى حاجه باهيه ديماغاج تاع الشامبيونا كان مع الكار معناتها البول والدومي فينال تاع الكاف دونك نجم نقول تبلفطنا في زوز ماتشات سا سي فغي معناش العاده فيه ماهيش غوبلوت خاطر ما كناش نلعبوا في كومبيتيسيون افريكان قبل خسرنا دو بارتي مع الاسبيرونس والمرسى هذوكم خلونا روتار كبير شويه في النومبر دو بوان تلقى روحك الثوازيام ماتش وانت زيرو بوان بون بعد جات فتره نجم نقول باهيه عملنا مانون سيلمون تاع ماتشات بين فيكتوار ونول نقول ساتيسفيزونت وحتى مقابله النادي الافريقي نهار الاحد اللي نتخيل ضيعنا فيها الانتصار وكان علينا باش نديركم ماتش سي اس اس ومالوغوزمون مره اخرى نخسر مع سي اس اس وظهر لي شكون تحمل مسؤوليتي خسرت سي اس اس شوف المسؤوليه راه الناس الكل تحملها كو سوا اون فيكتوار كو سوا ان سوكسي كو سوا اون ديفيت حتى حد بشرمي الكره الاخر نقول اليوم يتحملها فلان ولا فلتان بون جمهور ينجم عنده رايه يراها نحترموه ونحترموا رايه لكن احنا ان جروب مع بعضنا الكل كو سوا ديريجون ولا جوارات ولا انترينور ستاف تكنيك الكل كنا نخدموا بعضنا دونك كان فما حاجه ناقصه رانا كنا مسؤولين بوتيتغ لي بروبورسيون ديفير دان ماتش لوتر مي مش هيك اللي يهمنا باش نقعدوا نلوجوا شكون عنده اكثر باي في الخساره لا اللي يهم انه اون فيس نلقاو الغماد وفيس نرجعوا للي فيكتوار ان شاء الله. بعد البيب باش نحكيو اكثر على الخساره هذه وعلى الانتقادات الجايه خاصه لستاف تكنيك سي مختار يعني في دقيقه قبل ما نخرجوا في الفصل الاشهاري يعني كيفاش ترى مردود سيابي في بدايه الموسم الحالي وخلنا نخلطوا عليه نهايه الموسم الفارت يعني وانت علاقه كبيره مع سيابي عاد. حب الثاني. عشيري ثاني. انا نشوف يعني سيابي جات كما قال بسام يعني جات حكاية الكاف هي اللي كابيرتون بي لونتام دو لا سيزون خلات الملاعبية دايما حتى واحد من الأولاد قالها جايبي قالها تلينا بالكاف بون سا سي لي ديبي سون توجور كوم سا لكن أنا نقول ياوي بوكو دو غاشي بالنسبة للسيابي سنا في الرامساج نتاع البوان وفي العادة بصفة عامة أن كلوب كيما السيابي كي جو بور لو تيتر باش يلعب نقولوا على البوديوم ولا على القاعة الأولى يزمو ما يخسنش مع لي كونكورون ديريكت نتاعو اه سنا سي بي افيك لي كاتر غوند ديكيب براتيكمون ما باش دونك هذا سي ان بوين دو انتيروغاسيون اللي انا نقول يعني سا بو علي لكن انا سي بي وقت الحاضر هي كاتريام افيك نون دو سيزيام سيزيام اون طون نورمال كانت سي بي تنجم تكون بامي الاولى ولا الثانيه في الكلاسمون خاطر خساره البارح وماتش ليون نتاع خساره البارح وماتش ليون نتاع الكلوب افريكان ومارسا والمانسا ويعني دي بوين 6 7 بوين يعني ضاعوا هكا كانوا ينجموا افيك بلوس دو كونسونتاسيون بلوس دو لوسيديتي
الناس كلها يكومبري لو ستاف تكنيك. اكثر تفاصيل على الستاف تكنيك، الانتقادات الكبيره اللي جايه للمدرب منذر كبير، اراء الجماهير، هذه كل سنه فيكم. بعد شويه بقوا معنا، نرجعوا بعد البيب في الجمعيه.